في الثامن من مارس، وبينما كانت أصوات النساء تصدح بالمطالبة بحقوقهن، أطلقت كوثر بوكبر صرخاتها الأولى في الرباط سنة 1979، والتي كانت نقطة بداية مسار حياة تنقلت خلالها بين المغرب وعدة بلدان كفرنسا والصين وبلجيكا وإيرلندا وغيرها من البلدان، حيث اشتغلت رفقة بعض أكبر الشركات العالمية بالنانو تكنولوجيا، موقعة بذلك على اسمها كواحدة من العقول المغربية في الخارج، وهو ما تعبر عنه بوضوح شهادات زملائها ومدرائها على صفحات التواصل الاجتماعي أو على الشبكة المهنية، لتصبح دينامو حقيقي في مجال لا زال شبه مجهول في المغرب. كوثر بوكبار من مواليد 8 مارس 1979 درست في ثانوية مولى يوسف بنفس المدينة، في وقت كانت الثانوية حكرا فيها على الذكور باستثناء قسم العلوم الرياضية الذي كانت إحدى تلميذاته. بعد الأقسام التحضيرية بنفس الثانوية تابعت دراستها في معهد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالرباط، حيث تخرجت مهندسة دولة في الاتصالات. وبعد تخرجها اشتغلت في مجال الميكرو إلكترونيك لمدة تزيد عن 3 سنوات في المغرب، ونظرا لظروف اختلط فيها الذات بالموضوعي قررت مغادرة المغرب لاكتساب تجربة حياتية ومهنية خارجه. وفي نهاية 2007 وبداية 2008 قصدت فرنسا، حيث أقامت لبضع سنوات قبل أن تتنقل نحو تجارب مهنية وإنسانية أخرى في عدد من البلدان، واشتغلت خلال هذه الفترة مع مجموعة من أبرز الشركات العالمية في مجال نانو تكنولوجيا. كانت أهم تجربة اشتغالها بمركز أبحاث أوروبية تابع لشركة صينية رائدة، إذ صممت رفقة فريق عمل صغير رقاقة توجت على صعيد الشركة وعلى الصعيد العالمي بوثيقة علمية نشرت في مجلتين علميتين مرموقتين، وهو ما كان مدعاة فخر لها أنها كانت أول مصممة فيزيائية الوحيدة في المشروع، وعملت على التصميم الفيزيائي للرقاقات، واشتغلت على أحداث التكنولوجيات في المجال، البعض مخصص للبحث العلمي والآخر للتسويق في مجالات تختلف من الهواتف والحواسيب والطب وصناعة السيارات إلى الفضاء والذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء ومجالات أخرى. وسبق لها الشغال على رقاقات في إلكترونية عديدة تم تسويقها، أهمها وهو ما أثر في نفسها مساهمتها في فريق العمل في إيميك في تصميم رقاقة استعملت في الرحلة الفضائية التي أطلقها مركز الفضاء الأوروبي نحو المشتري. ورغم اشتغالها في مجال تقني إلا أن ميولاتها بالأساس تتجه نحو العلوم الإنسانية وخاصة الفلسفة، أحد طموحاتها أن تساهم في التفكير النقدي لأثر التكنولوجيا الحديثة على الإنسان وكيف تغير العالم. نحن الآن أمام تحديات تقول غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، التحدي البيئي، الأزمة الاقتصادية، والتطور النانوبيولوجي وما يطرحه من إشكاليات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.